الجمعة اللي فاتت كانت جمعة أفراح الفنانين التوانسة بامتياز، ثلاثة عروسة كبار، وهبي برحومة اختار يدخل القفص الذهبي سنة، العرس صار في سوسة، دالي عامر نجم برنامج أرب أيدول عرس الجمعة هذه، حفل كبير بحضور الأصحاب العائلة ونجوم الأغنية في تونس، معز ترودي أنهى العزوبية متاعه بإعلان زواجه، كنا حاضرين مواكبة تفاصيل العرس، كاميرات 90 دقيقة تقسمت فرحة العرايس والفنانين اللي متعودين يغنيوا لأفراح الناس، متابعة خاصة لعرس وهبي برحومة، دالي عامر ومعز ترودي، مرحبا بكم. الجمعة هذه جمعة الأفراح الكبرى والمناسبات لبرشا فنانين تونس. ليلة الأحد اللي فات كنا موجودين في سوسة، غادي استدعانا الفنان وهبي برحومة لحفل زفافه. من العشية بدأت الاحتفالات، نوال الجميلة عروستنا في آخر الاستعدادات للسهرة الكبرى. لهنا في الصالة الأفراح بدأت إصداق، صار في نفس ليلة العرس أجواء فيها برشا محبة بحكم قرب وهبي وعلاقته الباهية مع زملائه الفنانين. حب نقول له راني نحبك برشا، ربي فضل وربي يخليه وكهو. في السهرية وهبي اختار يخرج للناس بلون آخر، الفرحة متاعه كانت مميزة. عرس وهبي برحومة لما فنية مميزة مع مصطفى الدليجي في اللون التونسي وتميز زاد الأيمن السيق اللي عمل جو كبير للعرايس. شيرين اللجم كانت واحدة من نجوم السهرة ومن غير ما ننساو الجو الكبير اللي عمله الفنان التونسي رمزي عبد الوهاب. فرحانين بعرس صاحبنا وهبي، استنيناه برشا باش يعرس الحقيقه بتا شويه، ما هو سهل ربي، دونك جينا باش نفرحوا له باش نهنيوه، ان شاء الله ربي يهنيه، ان شاء الله ربي يفرحك يا عشيرتي، ربي يعطيك على قد قلبك، وان شاء الله ربي يهنيك انت وهبي، وان شاء الله نشوفك ديما فرحانه وبالرفاه والبنين. وهبي ونوال، ربي زين عليكم بالهنا والسعاده الدائمه. الجمعة هذه زادة جمعة الأفراح لعائلة الفنان دالي عامر خريج برنامج أرب أيدول. دالي اختار يرتبط بميرا، احنا عشية لوطية نهار ثلاثة اللي فات العروسة تحضر في الإطلالة متاحها. في نفس الوقت العروس دالي عامر يحضر في طلته، شعر والحجامة مهمين وخاصة اللبس العربي. يا ميرا يا بنت الأمراء احتاروا في وصفك شعراء، يا ميرا روح قلبي ميرا حبها برشا، العشق بتاعي المكتوب اللي بعثه لي ربي والرزق الكبير اللي بعثه لي ربي، ان شاء الله ربي بقى علينا الستر يتمنى زو السهريات اللي مازالوا بالخير، وان شاء الله يا ربي بطول العمر في الهنا والذرية الصالحة. أنا بصراحة أحبك حب مو معقول، أكبر دليل لغلاتك غيرتي مرة. الحفلة صارت في واحدة من صالة بومهل، العرايس كانوا في غاية الأناقة بحضور الأحباب والأصحاب. السهرة كانت فرحة كبيرة مع الضيوف والفنانين من رشدي علوان لحفل الجو حتى للنصر زينة القصرينية اللي تميزت في الوطية.
علينا الستر وإن شاء الله ربي يحمينا وربي يبعد علينا الحساد والناس الخايبة وبحاول الله نشوفه مستقبل محلاه معناها ربي ينعم علينا إن شاء الله بالذرية الصالحة ونكملوا المشوار والعشرة تدوم وربي خليها ليا. نشوف مستقبل مع دالي زاهر بيان سور وإن شاء الله ربي بقى لنا الستر هذه أول حاجة وإن شاء الله بالنجاح اللي هو ونتمنى له كل خير في مسيرته الفنية أول حاجة ومن بعد ربي فضله ليا إن شاء الله يا ربي. النجوم التوانسة كانوا حاضرين وكان العرس لما فنية بامتياز. الأفراح تتواصل مع عرس معز الترودي. معز خارج من الإقامة متاعه مع أصحابه، الناس الكل فرحانة بالحدث هذا. معز ونرهان قصة حب طويلة تكلت اليوم بالزواج. إن شاء الله ربي وصلنا سالمين وإن شاء الله ربي يباركنا في هالليلة. يوصل معز الحجامة يدخل بشقاب العروسة متاعه يفرحوا ببعضهم كل واحد اختار اللوك متاعه بعناية كبيرة. واو بيبي منك يا صحتي برشا 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 كلمة اللي قولها لك ديما في المساجات ما توا تصور اللي مساجات معاش برشا من ليلة تولي قولها لك ديريكت في المباشر ما نستنى مساجك كذاك تاع كل ليله تبعث لي فيه في الليل بونوي حبيبي وتوحشت كبر وعد اوكي يلا حبيبي. احنا في واحد من الوتله الفخمه في قمر لهنا زوز عرايس يعملوا في شوتينج تصاور توثق يوم تاريخي في حياتهم الزوز. يوم احلى نهار في حياتي وان شاء الله العقبه الكل ليا وان شاء الله الناس كل فرحانه. احنا في صاله العرس العرايس يدخلوا وسط فرحه كبيره مع فرقه اختارت انها تدخلهم على الايقاعات السوريه. العائلة والأصحاب العرايس يدخلوا يكتبوا صديق والناس الكل تجيب تهني العرايس تتمنى لهم حياة طويلة معبية بالفرحة والسعادة والذرية الصالحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جو براتيكمون مزيان برشا شخنا تفرهدنا ديديكاس بصراحة لأصحاب معز برشا برشا الفنانين الكل اللي جاونا اليوم وفرحوا المعز مش من فراغ أكيد ما نقولوا احنا واحد كي سبق الباهي يلقى الباهي معناه الحمد لله. عرس معز الترودي فرصة باش تقابلوا فيه وجوه الإعلام والفن برشا مغنين ومطربين توانسة جاو باش يتقاسموا فرحة العرايس. برشا فنانين كانوا حاضرين نجلة تونسية رشدي علوان شيرين اللجمي سين ناصر وردة الغضبان الجو كان حفالي وسهرية تواصلت للصبح. معز ونرهان نتمنى لهم دوام الفرحة والسعادة وربي يرزقهم بالذرية الصالحة.